اللهم صل وسلم وزد وبارك على الرسول الطاهر والعلم الزاخر أبي الأئمة الأطهار، وصل على وصيه الإمام العليم والفضل الكريم صاحب حديث الغدير من جاء فيه النص بأنه الأمير أبي شبر وشبير علي بن أبي طالب غالب كل غالب سيد المشارق والمغارب وصي رسول الله محمد جاء عن النسائي في السنن الكبرى أنه قال لما قضى النبي نسكه وقفل إلى المدينة راجعا من حجة الوداع وانتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم، وكان يوم الخميس الثامن عشر من ذي حجة نزل عليه الوحي في آية الإبلاغ بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وأمر الله تعالى نبيه الأكرم محمدا أن يقيم عليا علما للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على المسلمين، فأمر النبي محمد بارك الله فيك أن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان. قال ولما اجتمع الناس نودي بصلاة الظهر فصلى بهم، فلما فرغ من صلاته قام خطيبا على أقتاب الإبل وأسمع الجميع قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر نفسه فصلى عليها إني فرط على الحوض وأنتم واردون علي الحوض، يعني إني متقدمكم، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض إطيهما وعرفه القوم أجمعون، فقال يا أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي محمد إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، يقولها ثلاثا. ثم قال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم لم يتفرقوا حتى أنزل الله ذلك في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شلون أضمن أنا وإنت غديري يا علي